فلسطيني أن يلتزم بما يسمى التهدئة وانتظار الفرج، ولكن من أين يأتي الفرج وحالنا على ما هو عليه؟ على أي حال، فإن دعوتنا للقمة قائمة، وها نحن ننتظر من أجل غزة والقرار للقادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذه كلمة لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. دكتور عبد المشارة، الدعوة ما زالت قائمة، لكن هناك الكثير من العناصر يمكن مناقشتها في هذا الخطاب. ما الذي استوقفك؟ استوقفني حسبي الله ونعم الوكيل.